نرجو من فضيلتكم تبيين الحكمة في نزول سورة التوبة بدون البسملة. نعم، هو كل سورة من القرآن تأتي في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة. قد أجابوا عن هذا بجوابين: الأول أن سورة التوبة مكملة لسورة الأنفال، ولذلك لم تأتي في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها مكملة لسورة الأنفال. والقول الثاني أن سورة التوبة لم تأتي قبلها البسملة لأنها سورة ذكر فيها الجهاد وقتال الكفار، وذكر فيها وعيد المنافقين وبيان فضائحهم ومخازيهم، وبسم الله الرحمن الرحيم يؤتى بها بالرحمة، وهذا الموطن فيه ذكر الجهاد وذكر صفات المنافقين، وهذا ليس من مواطن الرحمة بل هو من مواطن الوعيد والتخويف. نعم، بارك الله فيكم.